أتقن جميع أنواع الجمل الأساسية باللغة الإنجليزية من خلال جملة واحدة وبهذا الدرس فقط. نعم تستطيع، خليك معي للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهذا الدرس الشيق الممتع الرائع من أتقن الإنجليزية. معكم نور. خلينا من هذه الجملة الواحدة نتعلم جميع أنواع الجمل، جميع المعاني، وهذا الشيء رح يخليك تقدر تكون الجمل بفاعلية أكثر إن شاء الله. فيلا خلينا نبدأ. Let's get started. شو هي جملتنا اليوم؟ هي I go to school. أنا أذهب إلى المدرسة. I go to school. طيب أولا خلينا نشوف شو بيصير إذا زدنا كلمة don't. أوكي؟ don't الكلمة سوف نزيدها بين الضمير وبين الفعل. إذن هذا هو الفعل الرئيسي go. فحنقول الآن I don't go to school. أنا لا أذهب إلى المدرسة. إذن هذا هو المعنى. إذا بدك تنفي أي جملة حولها لصيغة النفي استعمل don't بالحاضر طبعا مع I, you, we, they. مع هي شيء it لح تستعمل doesn't. طيب خلينا نشوف جملة تانية كيف حيتغير المعنى، كيف حيصير في عنا جملة أخرى. I will go to school. أنا سوف أذهب إلى المدرسة. خليك معي على فكرة لأنه رح أعطيك تمرين كتير مهم لحتى تتمكن من هذا الدرس. I will go to school. عم نبدأ بأشياء بسيطة أنت بتعرفها، قد كنت تعرفها بس خليك لأنه رح نزيد الصعوبة شوي شوي. إذن I will go to school شو تغير المعنى؟ will لما نزيدها إلى الجملة رح تعطينا معنى سوف، فصار عنا أنا سوف أذهب إلى المدرسة. I will go to school. إذن استعمل will بمعنى سوف، يعني سوف أفعل كذا، سوف يفعل كذا، سوف نفعل كذا. أيضا سوف تأتي بين الضمير أو الاسم والفعل الرئيسي. طيب I will not go to school. أنا لن أذهب إلى المدرسة. شو صار عنا؟ لما نزيد not، على فكرة don't هي do و not. لما نزيد not إلى will صار عنا لن أذهب إلى المدرسة. وفينا نختصرها ب won't. I won't go to school. إذن I will not go to school. I won't go to school. المعنى هو أنني لن أذهب إلى المدرسة. طيب فعل آخر. I can go to school. I can go to school. شو يعني can؟ يعني أستطيع. I can go to school. أستطيع الذهاب إلى المدرسة. إذا استعمل can لما بدك تتحدث عن شيء تستطيع فعله. وكمان فينا نزيد not فبصير في عنا cannot، نكتبها كلمة واحدة من دون فراغ، أو can't للنفي. I cannot go to school أو I can't go to school. لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة. طيب إذا بدنا نقولها بالمستقبل، يعني لن أستطيع الذهاب إلى المدرسة، رح نستعمل I will not be able to go to school. لن أستطيع الذهاب إلى المدرسة. I will not be able to go to school. طيب إذا بدي أقول سوف أستطيع الذهاب إلى المدرسة، كيف بقولها؟ اكتب لي إياها الآن في تعليق. إذا النفي I will not be able to go to school. فالجملة المثبتة منها رح تكون، اكتب لي إياها يلا. أنا عم نستعمل could. could نستعملها للاستطاعة في الماضي. أوكي؟ فحيصير في عنا I could go to school. كنت أستطيع الذهاب إلى المدرسة. طيب إذا بدنا نزيدها نعملها بالنفي حنحط هنزيد not. I could not go to school. وال contraction هو couldn't. أوكي؟ couldn't يعني could not. هو اختصار ل could not. I couldn't go to school. فينا أيضا نستعمل was not
able to. لم يكن باستطاعتي الذهاب إلى المدرسة. Then I was not able to go to school. طيب هلا في عنا I should go to school. يجب علي أن أذهب إلى المدرسة. إذا should يعني يجب. I should go to school. فينا أيضا نقول have to. أنا مضطر. أنا علي أن أذهب إلى المدرسة. طيب هون بدي إياكم تنتبهوا لي كتير منيح. في فرق بين shouldn't و don't have to. I shouldn't go to school. المعنى هو أنه لا يجب أن أذهب إلى المدرسة. I shouldn't go to school. على فكرة should ممكن نستعملها لإعطاء النصائح. You should wear black. مثلا black looks good on you. You should wear black. يعني الأسود يليق بك. عليك أن ترتدي أسود. يعني أنا عم بنصحه يرتدي أسود. You should stop wasting your time. عليك أن تتوقف عن تضييع الوقت. إذا should ممكن نستعملها لإعطاء النصائح. You shouldn't be doing that. لا يجب عليك أن تفعل ذلك. طيب لكن don't have to المعنى سيختلف. Don't have to يعني غير مضطر. لما أقول I don't have to go to school يعني أنا غير مضطر إلى الذهاب إلى المدرسة. مش علي أذهب إلى المدرسة. يمكنني أن أذهب ويمكن أن لا أذهب. طيب وآخر واحدة لليوم هي I might go to school. قد أذهب إلى المدرسة. قد أذهب إلى المدرسة. طيب وإذا بدنا في I might not go to school يعني قد لا أذهب إلى المدرسة. I might not go to school. إذن هذا هو المعنى لما نقول I might not go to school. طيب افترض في عنا I go to school بدي أعمله بالماضي. ذهبت إلى المدرسة. كيف حتكون الجملة؟ اكتب لي إياها في تعليق تحت الفيديو. طيب الآن في عندي هذا التدريب. اكتب لي هذه الجملة بجميع هذه الحالات. I talk to my friend. الآن كون لي هذه الجملة بجميع هذه الصيغ وأنا بانتظار تعليقك لحقرا إن شاء الله. شكرا كتير لألكم. مين كمان تعرفوا يستفيد من هذا الدرس؟ شاركوا معه لحتى تعمل فائدة لحتى تفرجيه أنه أنت بدك إياه يستفيد. ويلا كافئ نفسك من خلال الضغط على زر لايك. شكرا كتير لألكم وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.